متابعين قناة سلامناج، معكم سميرة شخصيا وفيديو جديد. وأول مرة نشارك معكم الصوت ديالي بعد ما بزاف ديال الناس شجعوني قالوا لي خاصك تسجلي بصوتك، وبالأخص خالتي حليمة مكازا اللي كنقدم ليها ديديكاس بهذه المناسبة. وكنقول لكم زوروا القناة حتى هي قناة حليمة، حقيقة كتستاهل المشاهدة، عندها حوايج رائعين. فمن بعد غادي نعطيكم اللي انت حاب تدخلوا عندها. دابا غادي نشارك معكم واحد الغوسات سهلة مهلة، واحد الوصفة تقليدية مغربية أصيلة، يعني غادي ندير أنا وياكم بغرير ساهل مهل اللي كيوجد في 5 دقائق. يعني جا كنت ضيفة لافلا كنت تشهيتي ما غاديش تعكزي، غادي توجدي دغيا دغيا. بون غادي ناخذ دابا المقادير كما كتشوفوا معايا في الصورة. كاين ملعقة كبيرة ديال الجو محبوب كما كتشوفوا، ملعقة كبيرة ديال السنيبة، شوية الملحة، وشاصيد ألزا، والفينو كما كتشوفوا. الفينو هذا رقيق يعني رقيق كاع في السميل. الفينو كناخدو كنحتاجو على حساب 800-750 غرام تقريبا نتيا والمز ديالك. وكناخدو هاد الميكسر العادي، انا عندي الميكسر العادي غناخدو اللي فيه غادي نخلطو البغرير. غناخدو لما يكون تياد ميكونش سخون، يكون تياد، و ناخدو الحساب بيطرو حتى لهنا تقريبا لهنا واحد الشويقة ناخدوه. وسترجعوا خص يجي شويه سائل، مائل سائل سائل، فاش كيكون سائل كيجي صادق وزوين. المهم دابا عطيتكم المقادير وغندوزوا لطريقه التحضير، خليكم معايا. ناخذ دابا شويه ديال الملحه على حسب الذوق، كناخذوا ملعقه سنيده كما قلنا في المقادير، ومن بعد نزيد شويه معليش من بعد وصاصيت ألزا كما ذكرنا في المقادير، صاشي كله كنخويوه. ومن بعد ومعلقه كبيره معجونه حبوب بحال هكا، ومن بعد كنخوي الماء اللي قلنا تيكون تياد، ومن الاحسن يكونوا حذرين ما يكونش سخون، حيت الا بداتو سخون كالمقياس غي يعقد لكم العجينه بحال هكذا. كما قلت لكم عندنا هاد الخط يطرو يطرو، وانا كنفتح شويه حيت كنبغي يكون سائل، فاش كيكون سائل كتصدق كيجي احسن، قد ما كان بغري سائل كيطلع زوين بحال هكذا. يلا وكنخوي والفينو بهذه الطريقه. انا دابا درت 500 غرام دقه واحده، غادي نطحن واحد شويه نخلطو بحال هكذا، كنميكسيوه بهذه الطريقه مزيان من التحت للفوق كذا، كنشوفوه كيتخلط مزيان، عاد كنضيفو الكمية المتبقية بحال هكا. كنحصلو على هاد العجينة كتكون سائلة من ابخ، كدوز 5 دقايق وكيخمر، كنشوفو هاد الفقاعات كنعرفو صافي راه خمر، صافي كنبداو نطيبو. طياب انا كناخد هاد المقيلات كيكونو صغار وخفاف والطياب تاعهم كارونتي، او كناخدو هاد الكريبية على حسب اللي بغيتو نتوما، وكنستعمل هاد المغرف يعني واحد في المقلة. كنبداو نطيبو بحال هكذا، كنديرو في المقلة مغرف على النار تكون مجهدة، شوفوا كي كتخرج النتيجة. دابا غادي نكمل طيب الباقي، ناخذ العسل الحار الا كان ممكن، ما كاش موجود الا كان ما كاينش دري العادي، نزيدو عليهم 2 أو 3 د المعالق زبده
وحده بهذه الطريقه. كنذوبوا العسل والزبده على نار مهيله كما شفتوا كما وريت لكم، كندهنوا البغرير ديالنا مزيان كامل وكنستفوا، وها انتم النتيجه كيخرجات. وفي الحقيقه كيجي صفر ذهبي دابا مع الضوء والاضاءه تاع الكاميرا، ما بانش ذهبي بحال شويه زوين، ماشي مشكل الا جربتوا هذا غادي يبان لكم كيجي صفر ذهبي زوين. وواحد الملاحظه، يمكن لكم الا ما بغيتوش الزبده والعسل تعوضوا باي حاجه، مثلا كونفيتير ولا زيت الزيتون على حسب اللي بغيتوا نتوما. وبالصحه والراحه، بالصحه والراحه. هانتوما ها النتيجه. الى الملتقى في فيديو قريب ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف، خليكم اوفياء القناه صامناج، كنبغيكم بزاف. باي باي.